أنا اسمي أحمد، عمري 9 سنين، صف أول. أنا مبسوط بالمدرسة لأني بتحب أعلم. أنا بحب أكثر مادة عندي الإنجليش. أحمد إجا على المدرسة كان بصف الروضة. إجا كان يضل بالملعب يقعد لوحده، ما عنده أصحاب، كان خجول، يمكن مستحي، فكان يضل على طول قاعد لوحده. كنا نجرب نحن نعمل له أصدقاء أحواليه بالملعب، نبعث الأولاد يلعبوا معه، لكن كان يضل على طول قاعد لوحده. لأربع خمسة أشهر تحسن وصار عنده أصحاب. أنا بحب المدرسة، بحب ألعب مع رفقاتي وبتعلم. أنا بحب ألعب مع رفقاتي طابة ولحقة، نتسلى مع بعض وناكل مع بعض ونلعب مع بعض. لما بفوت لعندهم بدي أعلمهم قصة من الكتاب المقدس بساعة البايبل، أحمد من الأشخاص اللي بده بسرعة يسمع القصة، فكان أجمل شيء إنه يسمع وكان كتير بيصغي. أنا كمان بحب أتعلم بالبايبل لأني بحب أتعلم عن يسوع مش بالعالم. وأجمل شيء عنده لما كنت أعطيهم صورة يلونوا الصورة اللي حكينا عنها بالقصة، فكان أجمل شيء هو يلون. ففعلا كان يآمن إنه الرب قادر يشفي، فكنا نصلي سوا. لما بتحكي معه لأحمد الابتسامة قوام على وجهه، وهذا الشيء مميز كتير فيك. أنا بس أكبر بحب يكون عندي معرض سيارات. هو بحب رفقاته، كل الصف بحبه.